لا تزال القرى الأهلة بالمدنيين في محيط مدينة تل رفعت شمال غربي سوريا مسرحا لجرائم الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، حيث القصف المدفعي شبه اليومي والطائرات المسيرة التي تحصد أرواح المدنيين المهجرين منهم والنازحين. قريتا أم حوش وتل قراح الأهلتان بالمدنيين بريف تل رفعت تعرضتا وبحسب مصادر محلية من المنطقة لقصف مكثف بعشرات القذائف المدفعية مصدره قواعد الاحتلال المنتشرة في المنطقة دون معلومات عن خسائر بشرية. القصف ووفقا لما أفادت به المصادر تسبب بحركة نزوح للمدنيين باتجاه المناطق المجاورة بالإضافة لأضرار مادية في ممتلكاتهم. ومحيط تل رفعت يأوي مخيمات لآلاف المهجرين من عفرين المحتلة منذ عام 2018 بالإضافة لعشرات القرى التي كانت ملاذا آمنا لنازحي المنطقة من بطش الاحتلال وفصائله الإرهابية. في غضون ذلك استخدمت قوات الحكومة السورية المزيد من الأرتال العسكرية إلى مطار منق العسكري في المنطقة، شملت دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ ومئات العناصر على خلفية تهديدات الاحتلال التركي بشن هجوم عسكري جديد على المنطقة. وبحسب المصادر فقد باشرت قوات الحكومة أيضا برفع سواتر ترابية في محيط قرى القراح وكفر ناصح وعلى جانب الطريق الشرقي الواصل بين كفر ناصح وتل رفعت الشرقي وتحصينها، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها جاهزة لصد أي هجوم محتمل للاحتلال التركي بحسب ما أوردته وكالة سانا التابعة للحكومة السورية. وصعد الاحتلال التركي من قصفه بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة على عشرات القرى بتل رفعت ومحيط نقاط عسكرية لقوات الحكومة السورية في المنطقة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وخسائر في الممتلكات.